ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ النهاردة زي ما وعدتكم اشرح لكم الايفنت اللي نزل اول امبارح، اللي هو الايفنت التاني. احنا امبارح شرحنا الايفنت الاولاني وده الايفنت التاني، ونجرب برضو فيه. واحنا بنجرب السي بي اس، انتوا عارفين على طول في اي ايفنت بجربه معاكم السي بي اس عشان برضو تشوف الناس اللي عايز تلعب بالسي بي اس هتستفاد ايه. طيب، هو الايفنت عموما هو بسيط بس رخم، بمعنى هو سهل مش صعب بس بياخد وقت. تمام، هنبدأ النهاردة ان شاء الله. نفتح اول ما بتيجي تدوس على الولاية ديت، اول كلمة دي بتديك 3 من ده اللي هتلعب بيه في الايفنت كله. اول كلمة تدوس عليها معايا 10 ب 13، بتاخد 3 من الست دي، وتاخد 3 من الشنطة بتاعت اليوم اللي هي من هنا، اللي هي الشنطة دي، دي 3، يعني بتاخد 3 من هنا و3 من هنا. مش عارف معايا في الأكونت هنا الشنطة، لا بتاعتها. تمام كده، بتاخد 6 كل يوم. طب دي حاجة. الحاجة التانية ايه؟ الحاجات دي كلها دي الميل شوميل، يعني لو انت عايز تشتري منها حاجات، ده جيرمان، ده اكسسوري، تو هاند، وان هاند، دي اللي انت بتلعب بيها، ال 73 سي بي اس ديت جيرمان، تلاقيها بتفك وتخليه، يعني لو معاك واحد 5 ستار بتفك منه الباوند ب 1000. يعني انت لو جبت ده مثلا باوند اهو تمام 17000 باوند، عايز تفكه تروح جايب دي تروح فك بيها. دي تقريبا اللي هي قصة شعر يعني، وده جرمنت 3 ستار، وده يا جماعة شنطة بتجيبها 59 سي بي اس. بيديك الحاجات دي كلها مش شرط كلها، بيديك حاجة منها واحدة بس تقريبا. هنجرب الكلام ده مع بعضينا بسي بي اس، انا مجربتهاش بس هجربها قدام منكم. هي بتديك 100 سول ليفل 1 شنطة يعني، و20 فروت اللي هي الدراجون اللي هي اعلى من ديت الحمراء التانية، بيديك 20 واحدة. بيديك لا بيديك مش بيديك 20 واحدة، بيديك واحدة اللي هي ميس فروت، وبيديك 20 يوننسز، وبيديك 60 اكوردز اللي هي ديت دي 60 واحدة، وبيديك 10 مليون دونيشن، بيديك 100 برضو من ديت لا كده لا كده يعني، بيديك ستونة 5، بيديك حاجة بريفكشن 1000، بيديك اكسسوري 1 هاند، ده انت وحظك اللي هو دوت 1 هاند، وبيديك برضو هو نفس الاكسسوري ده 1 هاند بس لمدة 10 ايام، يعني لا كده لا كده، لا يجيلك دايم لا يجيلك 10 ايام. يجيلك واحد بريمنت ستون، بس مش مكتوب بريمنت ستون، مكتوب بريمنت اللي هي دي، بيجيلك واحدة من ديت. تمام، بيجيلك وان هاند فيكتور باور، وان هاند فيكتور باور كاتبها مرتين، معرفش ليه مكتوبة مرتين بس ما علينا، هي برضه ايه الاكسسوار دوت. طيب هنا بيديك الشنطة دي 75، تديك مثلا من 1 ل 2 ل 3 ل 4 ل 5 اونور. اونور دي يا جدعان اللي انت بتلعب بيها في الايفنت اللي هي ديت. بصوا دوس على دي جوين، ده اللعبة كلها في ديت. تمام، اللي هي دوس على الكاسر في النص اللي هي دي بتاع الحمرا الشعلة دي، دي هونر دي اللي بتلعب بيها هنا، دي الهدايا كلها اللي هتاخدها عبارة عن سنة 7، هي دي اللي بتعمل بلوك عليها اللي هي دراجون المسفروت اللي هتاخد منها واحدة يعني. دونيشن 3 مليون، دي هقول لكم تعمل بيها ايه دلوقتي، دي تشتري بيها من الشوب، دي اللي هي بتاعت الشخصيات، بتجيب بيها شخصيات بريفكشن، مينيم ستون تجمع منها 10، تجيب بيها مينيم ستون واحدة يعني حاجة بريم ستون. دينسز دي 40، كونج وعندك 10 مليون دونيشن، وعندك شنطة رونات، تجيب لك رونات، ممكن تجيب لك رونات نادرة مش بس مش دولارات اللي هي النادرة يعني. دي نفس الكلام سنة 53 ميس فروت، ده من باور. تمام،
ده قطع من الجرمن، بجمع منها اللي هي الـ30 والـ50 والكلام ده كله. وده الصندوق بيختار منه الحاجات بتاعت الأرشيفات، انت مثلا شخصية مثلا ووتر قرصان نينجا الفرد اللي انت عايز تختاره يعني، تمام. بس هي دي الهدايا. طيب دي بتجيبها منين؟ دي بتجيبها من حاجتين، هتشتريها لا تجيبها لما تلعب بدي، كل لعبة بتلعبها من ديت تديك واحدة من دي، ونشوف الكلام ده مع بعضينا برضو. طب في ناس كلمتني قالت لي الحاجات دي ايه لازمتها، بتجيلي بس معرفش ايه لازمتها. الحاجات دي يا جماعة بتساعدك وانت بتلعب في الحاجات دي، معنى يعني في هنا ديت بقول لك بتيجي تلعب بتاخد 20 بوينت. طب باجي بلعب في ايه؟ بتيجي تلعب في ديت. طب وديت دي بتاعت الهورس، لما تيجي تلعب في الحصان بيساعدك في 6 ثواني، دي 6 ثواني زيادة في سبريت يعني بتيجي السرعة، تمام. دي بتديك 3 ثانية تساعدك برضو في اللي هي برضو سرعة في ديت في سكاي، تمام. في دي ودي بتديك 20 بوينت برضو في اللعبة ديت، تمام يا جدعان. الأربع الألعاب دول بيساعدوك فيهم مش أكتر، لا أنت بتلعب لعبة في اللعبة ديت ومعاك حاجة من دي تدوس عليها بتساعدك فيها، تمام. أنا هنا بس مستني الوحش أقوله عشان أوريك برضو عن فيها، أنا عشان أوريك إيه ده الهدايا بتاعته اللي هتاخدها إيه. طيب أنا عشان أخش الأرض دي برضو أوريك تخشها منين إيه. انا كده بس بشرح لكم الدنيا ماشيه ازاي. كده قلنا عشان نجيب من ديت 3 من هنا و3 من التسجيل اليومي، ده الشوميل اللي هتشتري حاجات، وهنا البتاع اللي بقولك عليه ايه ما تاخده انا عاملها 62، ده الشوب تختار منه كل اللي انت عايز تختاره، استونات بريفيكشن دونيشن بريمستون، دي الواحدة تديك 100 من ديت، يعني واحدة ب100 تشتري 100 هتديك 100 من ده، تمام. عندك هنا أكل الوحش ده، عندك 10,000 شي، عندك هنا انين باور رونات، لا في كل حاجة. هنا واحدة تديك 5، 15، هي دي واحدة 6 مليون، 3 مليون دونيشن، اس فروت جون شي ريد ستون. ما هي الواحد، بص يا جماعه الواحد لو معاه من ديت بس عايز يكمل ممكن يجيب منها ديت وكمل، مش عارف تقريبا معاه منها، في ناس بيبقى معاه منها كسر عشان ضيعش بس الوقت. فين بص يا جماعه انا معايا 2، عايز مثلا اجمع الـ10 وهجيب من دي مثلا 8 وهكذا، بس لازم تبقى فري، دي مش فري بس لا دي باوند فري، تمام. عايز ممكن تجيب منها وتكمل مع بعض، تمام. بريفيكشن استونة 8، استونة 7، استونة 5، دي اللي هي التبليس بتاعت الشخصيات، دي اللي بيجيب الشخصيات السوبر والتانية. هنا انيمات، الانيمات دي يا جماعة الواحد لو اشترى مثلا بانيمو 10 هيديك 2500 من دي، بانيمو 8 هيديك 640 من ديت، 640 بقى انا 6 هيديك 160 واحدة من دي، يعني مثلا 160 هتقدر تجيب واحدة من ديت وكام واحدة من دي، بقى انا 4 هديك 40 واحدة. ده يعتبر نسبة للشوب اللي انت تشتري منه الميرو والتاني، تمام. الرانكات فضل دي 17، الرانكات دي الرانكات لما توصل البوينتات 500، 1200، 2000، 4.5، 6.5، 10,000، 15,000، 20,000، 25، 30. بعد ما جبت 30 يا جماعة 38، جبت 30، جبت 38، بعد كده بعد ال 38 ب 1000 هتاخد دور، يعني انت وصلت 38 جبت 1000 بوينت هتاخد دور، جبت 1000 تاني هتاخد دور، جبت 1000 تاني هتاخد دور، لحد ما توصل 138,000 بعد كده تاخد 100 ده بس، يعني مش تاخد كلمة هيشيل منك ده بعد ما توصل 138,000 رانك. طيب ده الرانك المحلي، هتاخد 15 على الشخصيات وخمسة واتنين ستونة بلس 7 وجرمت بدلوة 3، ده ستار مش 5، تمام. وهنا نفس الكلام، هنا نفس الكلام، بس هنا يا جماعة ده 90 يوم اللي هو من 7 ل 10،
من الرابع للسادس بياخدوا 180 يوم، الاتنين دول دايم. تمام. طيب الرنكات انا جايب 400. هنا بيقول لك يا جماعة عشان توصل تاخد الرنك توصل 10,000، تجيب 10,000 نقطة. انا 400 يعني عشان توصل تجيب 10,000 تاخد الحاجات دي اهي. هنا السابع العاشر 90 يوم، وده 180 يوم، ودول الاتنين دول ثابت. اختلاف بس في اللي هي بتاعت الشخصيات دي اللي بتاخد اقل بس. تمام. ده بالنسبة للرنكات. طب انا عايز اعرف انا جبت كام رنك اهو. بص من فوق هنا اهو انا جايب 400 اهو. دوس تاني هنا، دوس على الكذا 400 تحت اهي برضه. تمام. طيب عايزين نجيب دي نجيبها منين؟ اذا لحقت طلعوا مات، طلعوا مات. ماشي عمالي ساعة مستني بس قشطة. كده يا جماعة أنا شرحت كده كله. طيب هنبدأ يعني نلعب الأرض اللي أنا فيها دي يا جماعة بتخشها من هنا. تمام. وأقول لكم برضه نخشها ازاي ونعمل فيها ايه. أول حاجة بس نجرب في ديت المصارعة دي. الحاجات دي يا جماعة عشان تخش تلعب فيها اجهز مثلا اي حاجة. هما دول الاربع حاجات اللي انا وريتها لكم. طب الاربع حاجات دول ايه هما؟ ادي واحدة، ادي التانية، ادي التالتة، ادي الرابعة. هما الاربعة دول، ودي اللي هي الارض اللي هي اللي انا فيها هنا دي. ادي خد الدوسة دي هتخش فيها. تمام. ودي الدوامة لو هتخرج منها، وده راجل عادي ممكن يتفرج التمرين على طول. طيب الأربعة دول إيه يا جماعة؟ الأربعة دي كل واحد فيهم لعبة. في لعبة حسنة اللي هي دي هورس، لعبة حسنة بس بيشتغل بوقت بيبدأ من الساعة 9:30 لعشرة، من 10 لـ10:30 دلوقتي بتاعه مش تلعب فيه يعني. وعشان تعرف الرانك بتاعك التايم بتاعك أهو ماشي، يعني التايم الأولاني التاني. دي لعبة تانية بس دي تبدأ من 9 لـ10، من 17 لـ18، من 20 لـ21، يعني ايه 3 أوقات في اللعبة اليوم تخش برضه تلعب اللعبة دي. وعندك ده نظام دوامات ونظام انك تنط من حجر لحجر والكلام ده كله. انا جربتها بالاكونت ده مفهمتهاش، اللي هي يعني بيرجعك ويجيبك ويوديك وتدوس وبتاع، بس مش حلوة يعني اللعبة عموما مش حلوة. تمام. لو عايز تلعب دوس على دي، لو عايز تعرف انت جبت قد ايه وقت بتدوس على دي. اللعبة الأسهل والأحسن للكل اللعبة دي. تمام. اللعبة دي يا جماعة أقول لكم أنا هتعمل فيها ايه بالظبط، وفي حاجة تخليك ترفع فيها بوينتات أسرع أقول لكم عليها دلوقتي وأنا بشرحها. طيب نشوف بس كده الوحش طلع ولا لأ في أي حتة تانية. بصوا يا جماعة الأرض دي يعني هي ملهاش لازمة، هي ملهاش لازمة بمعنى في ناس كتير بيجي تضرب هنا وخلاص وبتاع والكلام ده كله. ملهاش لازمة يا جماعة، هي في الآخر وفي الأول في وحش بيطلع، أنت الوحش لما تصرف ما تضربه تاخد منه هدية. طيب الوحش بيطلع امتى؟ هنا في 2000، بيقولك لما اجمع 2000 نقطة الوحش يطلع. انا جايب 405، يعني مش جايب انا، الناس حاطه في البتاع دي عشان تطلع الوحش 445، لما يوصلوا 2000 الوحش هيطلع. طب ايه هي البتاع اللي بيتحط هنا؟ لما تضرب في الوحوش بيديك الشعله دي بس، ادي كل العقول. بس المشكله ان انت ممكن تضرب مثلا 100 وحش يديك منها 20 شعله، يعني ما بتجيش على طول. يعني ما انا صح، انت لما تيجي تهنط هنا وتضرب وبتاع في الوحوش انت بتساعد غيرك عشان تطلع الوحش مش اكتر. الاكونت الواحد ليه 500 في اليوم، 500 شعلة من ديت في اليوم، يجمعهم ويجي منهم في البتاع دي عشان الوحش يطلع. غير كده مش مستفاد بأي حاجة تانية. تضرب الوحش يجي لك رسالة فيها هدية، ستونة تلاتة بتاع الكلام ده. أنا جات لي هدية فيها ستونة تلاتة وفيها يون انسز وفيها أكل الوحش والكلام ده كله، يعني هدايا حلوة مش وحشة. طيب هنلعب البتاع دي ازاي؟ أنا لعبت فيها يا جماعة 8 مرات، يعني كان معايا من دي كده واحدة. عندك حالتين عشان تعرف. انا بصوا انا التالت لعبت 8 جبت 229 نقطة. طيب الرنكات دي هتطلع هتاخد ايه؟ اولا هتاخد رنك اول هتاخد 200 واحدة
المندية بتاعت اللي هي القرشين، وتاخد ستونة خمسة، وتاخد 170 واحدة من هي بتاعت اللي بتشتري بيها الشباك اللي هي من دي، ده اللي يطلع رانك أول. التاني والتالت 150 وستونة أربعة ومية وخمسين من دي. الرابع والسادس 100 وستونة أربعة ومية وخمسين من دي. السابع والعاشر 100 وستونة أربعة ومية من دي، ومعاهم تلاتة 300 بريفيكشن. يا جماعة معظم مش خدش بالي من بريفيكشن، هنا 300 بريفيكشن، والأول هياخد حاجة بريفيكشن 1000، والتاني والتالت برضو 1000، والرابع والسادس هياخد 4 حاجة بريفيكشن 400. تمام. طيب قطع رانك ازاي؟ اقولك على الطريقة. قدامك حاجتين اعملهم. اول حاجة انك تجمع كل يوم الستة بتاع دول ومتلعبش بيهم. يعني انا مثلا بقالي 3 ايام والايفنت شغال تقريبا، بس انا اتاخرت بس شويه في الفيديو عشان خاطر الشغل. مجمع كل يوم 3 في 6 بكام؟ 18. انا جمعت 18 وخدت النهارده بتاع بدايه اليوم الجديد، يعني بدايه اليوم الجديد خدت تاني، بقى معايا كام؟ يعني 8 هم و13. تمام. انا لعبت 8 بس، وصلت 223. اقصى حد هيعرف يجيب في الايفنت ده 30 نقطة في الدخلة الواحدة. الطبيعي انت تخش هتجيب 19 و20 و21، بس انا هقول لك على الطريقة انك تجيب بيها 30 نقطة. ايه هي الطريقة؟ بص يا جماعة، طب انا هجرب معاكو اول ماتش. بصوا، دخلت الاكونت تحسه انه بطيء يمشي بالراحة. ده سمك. بص كام نقطة؟ 5 نقط، 6 7. انت لازم تجمع على قد ما تقدر من الجواهر دي في اقل من دي، يعني هي بتديك دي بالظبط. ده طبيعي الناس كله بتعمله. طلعت دي كمان، جبت 15 نقطة اهو. أقصى حد اللي هو واحد هيجيب بالطريقة دي هيجيب مثلا 20، 19، 21 لو هو ايه عشرين، 21، 22، 23. شكرا. دول يا جماعة بيوقفوك. تمام. جبت 23 نقطة. لو أنا عايز أجيب أكتر من 23 أصبح أنا بوصلت الرانك التاني. بس يا جماعة واحد جاب 405، ده مستحيل يعني، معلش مش بيلموا كل الورد على طول، ده وقت. طب جابهم ازاي؟ قال لكم انا الطريقة جابهم ازاي. هو ده ما قلت لكم، بنجمع من ده كذا واحد. بص لما لعبت ادت معايا شنطة. تمام. انا الشنطة رانك اول. نعمل كده بقى ايه؟ تلعب بكسبي سكيل يجي معاك سرعة أحسن. طب أنا لسه هروح أجيب إكسبيرينس سكيل وبتاع، وإحنا ممكن نجيبها بطريقة أسرع. تطلع ديت اللي هي ميموري، يعني أنا مسجلها واحد على اللاب قدام اللاب، داخل في اللي عايز يضرب يضرب. في برضو طريقة تانية، يعني أنت لما تضرب بيديك دي. تمام. تكليك يمين عليها جالك إكس بي، فاتح تاني اللي هو قدام قدام الراجل، تروح دايس عليها، تروح داخل اهي، ما عملش اي حاجة. دايس هنا قبل ما تخش، تروح تاخد الاكس بي وداخل. احنا في الفيديو في المرة اللي قبلها احنا جايبين 23، بس المرة دي هنجيب مثلا ان شاء الله 29 30. يعني انت لو معاك مثلا 10 في 30 تجيب 300 نقطة، تضمن الرانك الاول. بص 15 نقطة يا جماعة، ولسه 35 ثانية اهو، 15 نقطة بتنزل بيطلعوا تاني. أهم حاجة بس ايه، متخليش الدوامة اللي هي الزرقاء والحمراء الحاجات دي تيجي عليك عشان متعطلكش. 21. بص يا جماعة جبت 23، لسه في 18 ثانية اهو. طبعا
20. تلاتين نقطة يا جماعة. اكتب 282. وصلت الفكرة يا جماعة؟ الهدايا بقت 10، دول بقت 11. طيب نفتحهم ونجرب، بس انا عشان مش عايز، انا ممكن اخلصهم كلهم ترانك اول معاكم في الفيديو، بس عشان مش عايز الفيديو ايه يعني يزيد في الوقت بتاعه، انا كده كده هعملهم بس مش دلوقتي يعني. تمام. طيب معايا 10 شنط، بس 610. افتح ال 10 شنط. بصوا يا جماعة كل شنطة تدينا هدايا. ستة مليون دونيشن، سنة أربعة. وهنا الشنطة بتكتب إنها تديك حاجة بريفكشن 100، وتديك تاجر شي اللي هي الشي يعني، هديك شي اللي هي تقريبا 1000، ويديك دراجون فروت اللي هو دوت، ويديك 6 مليون دونيشن، ويديك 40 اللي هي ديت 40 واحدة، ويديك سنة أربعة، و60 برضو من ديت، 60 تاني يعني، لا كده لا كده. بس ها كل الهدايا اللي هتاخدها من الشنطة دي. نفتحهم كلهم اهو. اهو الشياوة يا جدعان 1000، وبرفكشن 6 مليون، ودينا 10 من دي كل واحدة بواحدة يعني، واحدة من دي بتدي واحدة من دي. دروس فروت. تمام. العب بدي بقى، دوس على الكلمة دي، روح النص. نلعب 10 مرة واحدة. دي بقى يعني انت وحظك من الحاجات دي كلها. 10 اهو، 40 وسنة 53 الكلام ده كله بدون النقطة. تمام. دونيشن. هو الدونيشن بتاعه حلو جميل جدا يعني. يعني ادي 3 6 12 22 مليون. مس فروت انسيز وان باور وتلت بقى معايا 300 من دي. بقت بص يا جماعه، بقت توتال رانك كام؟ يعني جبت 800 نقطه. دوس هنا بقت 500. دوس هنا معايا واحده العب بيها. سنة ثلاثة. هنا جاي لي السرور بتاعت ال ده، ناقصي قطع من الجرمت. تمام. هي الدوسة ب40 يعني، الواحدة من دي بتديك 40 نقطة، الواحدة من دي بتديك 40 على حسب انت الكمية اللي هتجيبها. ده مبدئيا. طيب نشتري ونجرب سبيس. تعال نشتري ونجرب سبيس. ده لو انا هشتري من الحاجات دي من ديت معايا 360، يعني اقدر اشتري اي حاجة من الحاجات دي، بس مش كله يعني، في حاجات وحاجات. طيب نجرب سبيس من دوت. وحش عموم الارض يا جماعه، يعني انا بنصح للناس ما تخشهاش، ملهاش لازمه. ممكن تخش تقعد تستنى الوحش ده يشوف هيطلع امتى، تلمسه وشكرا. انت تلمسه بس هديك شنطتك، وتقريبا ليك مره واحده في اليوم، عشان انا ما جربتش غير مره الصراحه. طيب نجرب دي ونجرب دي، نجرب معاها شنطتين. ادي شنطه اهي، نجيبها. وادي الشنطه التانيه، نجيبها. نفتح دي، اديني 20 سنس زي ما قلتلكوا يا جماعة. هو بيديك هدايا من الهدايا دي كلها انت وحظك، بس من ضمن الهدايا ممكن يديك الاكسسوار دوت ثابت، او يدولك 10 ايام، وممكن يديك واحدة من دي اللي هي الشعر دي انت وحظك. ده بيديك اللي هي النار اللي احنا بنلعب بيها من 1 لـ5 اهو، اديني واحدة بس. ادي العبارة عن ايه السبيس كله. واحدة هي تمانية يا جماعة، لو كده ممكن اشتري 2 واجمع 10. تمام. ادي كده بالنسبة للسي بي اس. صح يا جماعة، نسيت اقول لكم في الفيديو الاولاني الورد اللي بتسلم، عشان كذا واحد كلمني
الورد اللي هي 999 ما بتسلمش، عشان بس انا شايف ناس بتستغل الموضوع ورفع سعر الورد 99 ب 10 مليون و12 مليون والكلام ده. يا جماعة الورد 99 عشان محدش يشتري ما بيسلمش، اللي هو 999. عايزين نفتح من دي معايا ميت بيس، نفتح واحدة خمسة. الله حلو حلو، انا فتحت دي خلصتها ودخلت على دي 16%، جاب سكور من 2500 2600. نجرب من دول، دي واحد تاني زي امبارح كده، ستة ولا حاجة، تلاتة أربعة. وكده يا جماعة احنا شرحنا لكم كل حاجة في الايفنت دوت، واللي فيه اي حد عنده اي استفسار يعني يكلمنا على الكومنتات وانا ارد عليه، واللي هيعرف يجيب نقط اكتر من انا جبتها 30 ياخد سكرين ويبعتها لي برضه في الكومنت. ويا جماعة يا ريت كله يعمل لايك واشترك في القناة عشان لسه هنزل فيديوهات تانية، وان شاء الله النهاردة هنزل لكم فيديو تاني وانا برفع رانك الدراجون بتاع الاكونت، هاخد رانك الدراجون ان شاء الله النهاردة. يعني انا دلوقتي الرانك الخامس جاب 700 ألف، الرانك الاول 1,250,000. هوريكم ازاي جبت الرانك وازاي هطلع رانك اول والطريقة. تمام، استنوني ان شاء الله الفيديو الجاي. سلام.